بعدين ابدا ان شاء الله دكتور. بعدين؟ بعدين الساعة 8 بالضبط ان شاء الله دكتور. طيب. تفضل دكتور. دي واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات. اليوم حنتكلم عن موضوع هو غاية في الأهمية، وأنا لا أريد أن يفهم كلامي خطأ. لا أريد أن يفهم كلامي خطأ. أنا أتكلم عن مجتمع مدني، أتكلم عن جمعيات خيرية ومؤسسات إنسانية تعمل في مجتمع مدني، ولا بد أن أكون واضح وصريح معكم. ليس لي أجندة مع أحد أو عداوة مع أحد. أنا بحب الأديان كلها وبحب المتدينين، لكن لا أحب خلط الأوراق الذي يؤثر على مجتمعنا المدني وعلى مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الإنسانية منها، التي تعاني أشد المعاناة في هذا الجو الظالم. نحن نعيش وسط عالم ظالم، ظالم بكل المقاييس، الأنظمة والقوانين والسياسات والأطر أصبحت ظالمة. فلذلك لابد أن نتعامل داخل هذا المناخ بوسائل أخرى لا تجعلنا نؤثر على العمل الذي نقوم به. لا مدخلي. من أراد أن يفهم جزاه الله خير أو جزاه الله خيرا، ومن أراد لا يفهم هم أحرار. أنا سأقابل ربي بهذا الأمر. اسم المحاضرة اليوم اللي هي الوجه الآخر للجمعيات الخيرية هل هو التدين أم الجماعات؟ طبعاً بشكر الأستاذ أحمد الشيخ اللي جزاه الله خير ساعدنا في المادة العلمية، وكذلك اللي هو أحمد الشوى اللي أيضاً ساعدنا في المادة العلمية. بس بينزل ازاي ده الهرم اللي احنا هنتكلم عنه، او ده الحديث كله هيكون عن هذا الامر. كلما ازداد السواد والحمار داخل هذا الامر الهرم، كلما ازدادت الخطوره. بمعنى انا هنا اتكلم عن الامناء، اتكلم عن اللي احنا بنسميهم بالانجليزي البورد اوف دايركتورز. الهرم ده بيمثل البورد اوف دايركتورز، سنتحدث عن هذا الهرم فيما بعد. أنا كنت مسميه اللي هو مثلث برميودا الخطر اللي موجود في المحيط الأطلسي، اللي أي مركب فيه أو أي سفينة فيه أو أي طيارة بتمشي فيه بتدمر إلى آخره. فده الكلام اللي احنا هنتكلمه بمنتهى الصراحة، بمنتهى الشفافية، أن احنا لا نتحمل في هذا العالم الظالم الذي يؤطر سياسات وقوانين لتمكين الظلم والظلمة انه يدمر لنا العمل الانساني او مؤسسات المجتمع المدني. الشريحة الاخرى. لا اللي قبلها، اللي قبلها. كل مثلث بالنسبة لنا او كل هرم من الاهرامات ليه قاعدة واربع اوجه. انا بالنسبة اتكلم العمل الخيري بتاعنا ليه قاعدة واوجه اربع اوجه. قاعدة عملنا الخيري الأساسية التي لا نستطيع أن نستغنى عنها هي هذه المرأة عبير. القاعدة التي نقف عليها في جميع مؤسساتنا الخيرية والإنسانية بكل مجالاتها هي الفقير والنازح واللاجئ والأرملة واليتيم. هم صلب أو هم السبب الرئيسي لتماسك هذا الهرم. لا جدال. قصة عبير هي أحد الأخوات السودانيات في أحد القرى في خارج الخرطوم، وزي ما أنتم شايفين أنها قاعدة. لما حصل فيضانات في منذ أسابيع، كان في وفد رفيع المستوى من مملكة البحرين بيزوره، كان في منه زميلي الدكتور مصطفى السيد، فلقاها موجودة في وسط النساء. فلا يعني القصة بتاعتك إيه؟
قلت له انا بالرغم ان البيت بتهد والميه دخلت البيت الى اخره الى اخره الى اخره، الا انني رفضت ان اخرج من المنزل المهدوم او المهدود قبل ان انقذ ابي وامي. هذه المراه وغيرها في السودان، في باكستان، في بنغلاديش، في افريقيا، في امريكا اللاتينيه، هي القاعده الصلبه لعملنا الخيري. أنا ليه بجيب صور من السودان دايماً يا شباب؟ لأن السودان مغفلة 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 على الإطلاق من كافة الدوائر الإعلامية أو غالبية الدوائر الإعلامية، حتى أن كثير جداً من الجاليات السودانية في الغرب لا تقوم بمسؤولياتها الحقيقية أمام الكارثة والجائحة في السودان اللي تؤثر على أكثر من 800,000 نازح داخل السودان. إذا كان بركز في كلامي هذا أمر. يبقى قاعدة الهرم نحن نتكلم عنه هي الفقير والنازح واللاجئ والأرملة والتيم. حذاري حذاري أن تبنوا هرما دون قاعدة. هم هؤلاء هم الملاك الحقيقيين لكل عمل نقوم به. الصريحة الثانية هذا دائما قلت لكل هرم أربع أوجه، وجهين ظاهرين وجهين خلفيين. أول وجه ظاهر قدامنا في أي مؤسسة نقوم بها هو إيه؟ هو الفكرة والأهداف والقيم نحن نكتبها على الصفحات بتاعتنا، والرسالة والمهمة والأداء والخدمات اللي بنقدمها للمجتمع والسمعة والمشاريع والانتشار والمصداقية، كل هذه الأشياء والتمكين والتدريب وكل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء المشاريع اللي المجتمع بتاعنا بيسمعها ويراها ويتحسسها ويستفيد منها. وده وجه ناصع للعمل الخيري اللي احنا بنتكلم عليه، وبدونه ها لا تستطيع الحكومات ان تكمل دورها المجتمعي من اجل خدمه المواطنين. الشريحه الثانيه الشريحه الثانيه الوجه الثاني بيكون خفي الخلف، يعني مش معنى كده مخبيين، لا ابدا، اللي هم الامناء او رؤساء مجالس الادارات او اللي احنا مسميهم بالانجليزي اللي هو البورد اوف دايركتورز، دول بيكونوا اسماء موجوده لكن بتكون شخصيات غير معروفه للمجتمع، غير معروفه للمجتمع، وهم دول اللي بيكونوا قدام امام الحكومات، هم المسؤولين الحقيقيين عن المؤسسه. لكن المؤسسه او عامه الناس، عامه الناس لا يتعاملون معهم لانهم لا يعرفونهم. عامة الناس يتعاملوا مع الموظفين والخدمات اللي انا اتكلمت عنها في الوجه الاول. يبقى في عندنا وجه ظاهر واضح بالنسبه لنا الخدمات والرساله وكذا وكذا وكذا، وجه ثاني خفي، مش خفي ان هو مخبيين، لا، يعني عامة الناس العاديين ما بيتعاملوش معاه. الوجه الثالث، الوجه الثالث برضه وجه ظاهر، يعني احنا قلنا المشاريع والاهداف وغيره، زائد انا بقى العمال. والوجه الثالث اللي هو ظاهر ايضا هو العمال والعاملين من المدراء التنفيذيين المتفرغين والمسؤولين عمليا 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 وواقعيا وفعليا على اداره شؤون هذه المؤسسه امام كل الشركاء، امام الحكومات، امام الفقراء، امام المساكين، امام الممولين غير ذلك. يبقى الامناء هم الملاك اللي ما بيعرفهمش الحكومه فقط، ها، وكثير جدا من الناس ما تعرفهمش، اما المعروفين للمجتمع فهم العمال التنفيذيين اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي. الوجه الرابع لو سمحت هو برضك وجه خفي ايضا، بمعنى ايه؟ اللي هو الهيكل الداخلي للمؤسسه. مش كل انسان عادي في المجتمع بيخش عندك يسالك على الهيكل الداخلي، على السياسات، على اللوائح، على الصلاحيات، على المسؤوليات، على الميزانيات، على المراجعات الى اخره. لكن من حق الناس انها تسالك. يبقى احنا عندنا لكل هرم اربعه وجوه، والهرم ما هو إلا مؤسسة، ولكل مؤسسة قاعدة وأربعة وجوه. القاعدة هي الفقير. حذاري أبدا أننا لا نعتبر القاعدة هي أساس تماسك المؤسسة. الوجه الظاهر وجهين ظاهرين اللي هو التنفيذيين والموظفين بتعامل مع المجتمع، زائد المشاريع والأهداف إلى آخره. والوجهين الخفيين هم مش خفيين يعني بطريقه يعني سلبيه، لا، اللي هم المجتمع ما بيتعاملش معاهم كتير، اللي هم الامناء
لما اصبح قدام الحكومه يعني لهم الملكيه المؤسسه، وفي نفس الوقت اللي هو اللي هي السياسات الداخليه والهيكل بتاع المؤسسه. نشوف بعد كده اهم هذه الاوجه اللي انا اتكلمت عنها. خليكم معايا لان انا داخل على موضوع قد يزعل او يزعج البعض، يزعل او يزعج البعض. اهم هذه الاوجه وجه ظاهر واضح يتعامل مع المجتمع في كل لحظه ويوم، والمدراء التنفيذيين والمشاريع الخدميه والاهداف والرسائل زي ما اتكلمت انا قبل كده. الوجه الثاني اللي هو وجه غير ظاهر، اللي هم الامناء والمدراء الغير متفرغين اللي هم اعضاء مجالس الاداره، وهم اصحاب السلطه الحقيقيه واصحاب السلطه الفعليه، ولكنهم ليسوا اصحاب الخبره. اسمعوا دي بقى، ليسوا اصحاب الخبره والدرايه من جهه، وكذلك في الوجه الخفي ايضا اللي هي السياسات والقوانين الداخليه واللوائح. يبقى احنا عندنا وجهين، اربع وجوه للمؤسسه، اثنين ظاهرين واثنين يعني غير ظاهرين، او على الاقل العامه الناس ما يعرفهمش، بزائد القاعده اللي احنا حاطينها. زي ما احنا شايفين الهرم اهو، سواء دي اهرامات مصر او اهرامات المكسيك، ده احنا حطيناها عندكم عشان نعرف ان لكل مؤسسه وجوه مختلفه وقاعده صلبه، وجوه مختلفه وقاعده صلبه. بعدين نتكلم بقى عن الوجه الخفي اللي هو اساس موضوع حديثنا اليوم، وهو حديث الساعه وكل ساعه، وحديث وقضيه من القضايا اللي انا بتكلم عنها. الهرم اللي قدامنا ده او المثلث اللي قدامنا ده اللي انا كنت بسميه مثلث برميودا، ويمكن كتير جدا منكم لو دخلوا على الجوجل او على الويكيبيديا دوروا على مثلث برميودا هيلاقوا المثلث بمثلث تمشي فيه اي سفينه او اي مركب او اي طائره، بيلف بيها فيها دوامه كده او دواره بايه، بتقع الطائره او تتحطم وتغرق السفن. هذا المثلث اللي امامكم او هذا الامر اللي امامكم بيمثل تمثيل الامناء داخل المؤسسات. معايا؟ تمثيل الامناء داخل المؤسسات. ومن هم الامناء؟ اول حاجه لكي لا افهم خطا على الاطلاق، انا ليس عندي اي غضاضه واي حرج من ان الجماعه الدينيه او حتى الجماعات الاخرى المشبوهه تكون لها مؤسسات بتعلن ان هذه تابعه لها، أن هذه تابعة لهم. تعلن، أنا بتكلم عن الإعلان، بالعكس الذي يعلن هو الصريح، هو القوي، هو الواضح. أما أن نختفئ ونتخفى ونختبئ وراء مؤسسات مجتمع مدني، هذا هو الخطر. لذلك أنا أعطيت بعض الألوان في القاعدة، يعني الخطورة من تحت لفوق. في أربعة مسارات أو أربعة تشكيلات أو أربعة تواجدات يكونوا خطر داخل الجمعيات الخيرية، لأنهم كلهم عندهم عقلية التحكم وعقلية السيطرة على هذه الجمعيات وتوجيهها لخدمة جمعيات أخرى أو تشكيلات أخرى إلى آخره. وأولهم الجماعات الدينية، وبعدين الجماعات الإرهابية، وبعدين الجماعات المسلحة، وبعدين الدوائر الأمنية والعسكرية والاستخبارات. الأربعة دول عندهم نفس العقلية، كل عايز يعمل كنترول. اللي هيزعل مني هيزعل، اللي هيزعل مني هيزعل. أنا هقابل ربنا سبحانه وتعالى بما أؤمن به. لماذا احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن أنا ما عنديش أي غضاضة إنك تعمل لك أنت مؤسسة باسمك وباسم شركتك أو باسم جماعتك أو باسم تنظيمك، لكن لا تلتوي خلف هذه المؤسسات لكي تحاول أن تسيطر عليها من الداخل أو من الخارج. خطورة الموضوع اللي أنا حطه هنا هو إن الجماعات الدينية أصحابها بيحجوك بما قال المولى الخالق فيؤطروا الأشياء، وأبنائهم قد يكونوا ناس طيبين لكنهم غير واعين. إخواننا احنا بنعيش في عالم كله ظلم، وأصل الظلم يأتي على مجموعة معينة من البشر. ده الصراحة هم
الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية، وفي دول كثيرة تحارب هذه الجمعيات وخاصة في الغرب، والأسف كثير من هذه الدول من الشرق الذين ينتمون لنفس الدين، لكي لا يكون هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وراسخة لأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الغرب. ما فيش حد حارب الدين، لأن من غلب الدين غلبه. فلذلك في وسط هذه التصادمات وهذه الأفكار وهذه السياسات الظالمة، علينا أن نحمي جمعيتنا من هذه الشرائح الأربعة اللي موجودة قدامنا. الأمر مش بيكون توجه فخم من جمعية من الجمعيات، لا، بيكون حتى الجماعة بتقول لأعضائها اللي موجودين في هذه اخرجوا، بيرتفضوا، بترجع الموضوع. أنا هديكم بعض الأمثلة عشان إيه تعيشوا معايا الواقع اللي احنا عايشينه. قد يكون جماعتك أو تشكيلك أو لا خلاص اخرج، لك أنا مش هخرج، المؤسسة هتضيع، هتموت، هتبوظ، مش هبقى لها قيم، مش هبقى لها يعني أخلاقيات، وكأن العالم كله سينتهي بخروجي أنا من هذه الجمعية، رغم عن أن كتون جماعتي بتقول لي أخرج وأنا برفض أن أنا أخرج. لا يوجد هناك بابوية ولا كهنوت في العمل الخيري أبدا. عمل الخيري ومؤسسات ومسمى هي ملك المجتمع، حتى ولو كانت جماعتك أو حزبك أو مؤسستك هي المؤسسة لهم، لأنك تأخذ أموال المجتمع وتصرفها على المحتاجين من أبناء المجتمع، فالمجتمع هو صاحب ومالك هذه الجمعيات. الأمثلة، في بلد ما كلمت عنها كثير، في ناس عايشة في أعضاء مجلس إدارة بقالهم 30 سنة، بعدين قاعدين يؤطروا أنفسهم والأبنائهم ومن يأتون بعدهم. في بعض الناس عملوا جمعيات نفع عام لكن أعطوها لأبنائهم، ليه؟ لقيهم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مين أعضاء مقدرة؟ ابنه وبنته وخالته وعمته، وهي جمعية نفع عام تأخذ أموال عامة الناس. خطر، أولا الناس خطر على العمل الإنساني والعمل المجتمعي في العالم كله. مثل آخر من دولة أخرى، وجدوا أن كل الأموال بتاع كل البنوك قفلت حساباتهم، قفلوها إلا بنك واحد. وأغلب البنوك لما بيقفلوا الحسابات ما بيقولكش ليه، دي غطرسة البنوك في التحويلات البنكية. إلى أن جاء الوقت، وكان يعني أحد موظفين الكبار في هذه المؤسسة يعني صديق لأحد البنوك اللي هو البنك الوحيد اللي فاضل، فعرفوا ان في واحد من الناس اسمه موجود على قائمة الارهاب. انا قلت لكم من الاول ان احنا عايشين في عالم ظالم ظالم ظالم. واتصلوا بهذا الرجل الطيب، رفض بات كهنوتية بابوية، بيقعد اجتماع كل سنتين او كل ثلاث سنين او كل مرة يحضر اجتماع ليه، لكن أصبح في نظام بنكي سيء للغاية. شئنا ما بينا خلاص عم نتعامل مع هذا العالم الظالم. ده مثل آخر بيدينا الكهنوتية البابوية لا تكون أبدا في العمل المجتمعي، أبدا عليها لا تكون في العمل المجتمعي على الإطلاق. أما نظرية شمشون أنا وبعد الطوفان أو سأحط المعبد علي وعلى معنا عليه وعلى أعدائي، ده مش عندنا في العالم المجتمعي، لأن المؤسسة دي مش ملكك، دي ملك الفقير اللي هو جزء من المجتمع، وكل أموال هذه المؤسسات وإن أتتك فهي أموال المجتمع، أموال المجتمع الذي يحاسبك. الناس اللي بيكتبوا كلام فارغ على الفيسبوك وبالك وعلى التويتر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. في التكنولوجيا يا شباب ممكن يجيبوا لك صفحاتك وكلامك اللي حصل قبل كده هو بعد ما قفلت الصفحة. صناع التكنولوجيا هم اللي بيجيبوا الحاجات دي، وعشناها، عشت الأدوار دي كتير في أماكن مختلفة، في معايير إنسانية الناس حطتها.
لابد أن نلتزم بها. وللأسف أنا من حقي أن أتكلم زي ما أنا عايز لما كنت أنا مسؤول عن نفسي، مش مسؤول عن جمعية أو مسؤول عن مؤسسة أو مسؤول عن كذا، لأن كل كلمة أقولها على العامة وأنا مسؤول عن مؤسسة تتحمل توابعها أو عاقبتها المؤسسة التي يمثلها. فإن أردت أن تكون مسؤولاً عن مؤسسة لابد أن لا تعرض هذه المؤسسة للخطر. دخلنا احنا في احد الاماكن يعني دول يعني الحاجات دي، بس مش عايز اذكر الاسماء الدول او الاماكن دي، اشترطوا عليا انا شخصيا كنت موجود، اشترطوا عليا ان هيجيب لي فلان يبقى عضو مجلس اداره وكذا. قلت له بقول لكم ايه، صلوا على النبي، العالم كله مليان بلاوي ومليان فقره، مع السلامه، نروح نشتغل في حته ثانيه. ردخوا لأنهم حاولوا يعاملونا بمكيالين. مكيال كان بيعاملوا بمؤسسات أمريكية غير إسلامية، ومكيال حاولوا يعاملونا بإحنا إحنا من أصل عربي ومن أصل مسلمين إلى آخره، وكان دفع في دولة عربية إلى آخره. في نقطة ثانية يعني فأنا بكلمكم عن إيه؟ أنا بكلمكم على خطورة التواجد. يعني في مؤسسة من المؤسسات أنا عضو فيها وفي نفس الوقت عضو في جمعية ثانية. الجمعية التانية دي سياسية ودي توجهات مختلفة ودي جمعية خيرية، فالحكومة بصت قالت في علاقة قوية جدا بين الايه، بين المؤسسة دي تخدم أهداف المؤسسة دي. الأشخاص رافضة إنها تمشي، عايزين يمشوا لما يقولوا. يعني أديكم مثلا، في يوم من الأيام كنت أنا يعني كان أحد أصدقائي يعني سيد نيكولاس حكى لنا قصة كده أو قصتين هم حصل. واحدة فيهم كان حاجة مؤسسة الـ VSO. VSO دي اللي هي مؤسسة التطوع الخيري في بريطانيا، من أكبر مؤسسات موجودة اليوم. من حب المؤسس ليها إنه أصبح هو عقبة، يعني كل المؤسس من عقبة. فحصل إيه؟ حصل إن في يوم من الأيام حبوا يمشوه رفض، فجم على القفل بتاع المؤسسة وغيروه ومنعوه إنه يخش المؤسسة. عايزين تبقوا كده؟ تضحك عليكم الناس؟ في واحدة أخرى برضك كانت مبدعة في مؤسستها، وهي كانت برضك الايه المؤسسة، وبرضك قولها مع السلامة لأن أصبحت هي عقبة. إخواننا هذه المؤسسات جزاكم الله خير إنكم أصبحتم أمناء فيها، جزاكم الله خير إنكم أصبحتم مؤسسين لها، لكن اتركوها لمن هم يأتون من بعدكم من الأجيال القادمة. وجودكم في هذا المجتمع الظالم يظلم المؤسسات وازم الفقراء وازم المساكين. الجماعات الدينية كلمت عنها والإرهابيين كل ده كلهم عايزين يتمس كنترول، بنسميها بالإنجليزي كنترول فريك، يعني ناس تعشق التحكم والتملك ولا تعشق الحريات وتتابع السلطات وتواتر السلطات فيما بعد بينها من الأجيال الثانية. المجموعة الثانية هي المجموعة الحمراء اللي هو تجار الحروب وأمارات الحروب. عملوا فلوسهم إزاي؟ من دماء الغلابة. لا يدخلوا على الإطلاق مجالس إدارات ولو كان عندهم الملايين، على الإطلاق على الإطلاق. موجودين في سوريا، موجودين في كل مكان، مش عايز فلوسهم، مش عايز دعمهم، مش عايز إمكانياتهم. ممنوع، عشان كده حطها في النقط في الأحمر. رجال الأعمال الفسدة المفسدين اللي بيتاجروا باللحوم الفسدة والأشياء الفسدة اللي بتيجي وبيسموا بها شعوب، خط أحمر بالنسبة لهم. يبقى احنا بعد دخلنا خرجنا من الخطوط السوداء دخلنا في خطوط الحمراء. يعني دول الناس بنوا 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 مجدهم على دماء ومخدرات الشعوب نفسها. فلا بد ان اي حد من اعضاء مجالس امناء او مجالس اداره قبل ان يدخل يعمل عنه بحث كامل او تعمل عنها بحث كامل. لانني اتعامل في هذه الجمعيات مع الفقير والنازح واللاجئ، ما اتعاملش مع اوراق، عملت ارواح واتعامل مع امال والام. اوعوا تنخدعوا بالاموال بتاعت الفسدة إلى آخره.
بعد كده الاحزاب السياسيه اقل خطوره. بعد ذلك كان انا بقول لكل حزب سياسي اعمل لك جمعيه وان الجمعيه دي بتاعتك، لكن ما تمسكش الجمعيه دي وتغيرها ليك انت، وتبقى انت مدخل مجموعه من اعضائك عشان ايه خير الجمعيه يكون ليك انت. لا لا يعني لا. والشخصيات اللي مسكونه عندها مناصب حكوميه الحكومه بتكلفها عشان كذا برضك لا. لكن الخطوره بتكون من الاسود الى ان وصلنا الان الى اللي هو الاحمر وداخلين على الاورنج اللي هو البرتقالي الى اخره الى اخره الى اخره. الشلاليه يعني ايش شلاليه؟ يعني انا بقى هعمل جمعيه اجيب صاحبي علي ومحمود حسنيه خديجه. مره من المرات كان بزورنا احد الوزراء فقدمت لها بعض الاعضاء مجلس عملاء كنا زمايلي يعني، قالت لي كلمه واحده، كان ده كنت حوالي 18 سنه، قالت لي انت جايب صحابك كان بيدرس معاك دكتوراه يعني ما تلفش عليا، انا صحيح وزيره لكن بنت شارع. فالناس فاهمه ان البنت دي كانت زميلتي في الجامعه وده كان زميلي في كذا وكذا 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 وكذا. قد تكون مرحله لكن ما تكونش الاساس، ما تكونش الاساس ابدا ابدا ابدا. الاقل خطوره ان انا بخش في جمعيه واحولها لجمعيه تمثل بلدي. افرض مثلا انا يمني عم جايب كل الموظفين يمنيين، انا سوري عم جايب كل الموظفين سوريين، انا عراقي من كل الموظفين عراقيين. ده لو كنت بتكلم عن مجتمع دولي وجمعيه دوليه. انا مصري او انا عربي وفي مجتمع دولي، في عندنا في الجاليات اللي احنا عايشين فيها في الغرب في الباكستاني وفي الهندي وفي البنغلاديشي وفي العربي وفي 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 وفي. الصراعات القطريه والاثنيه دي ما دخلهاش للجمعيه، انا اجيب اكثر كفاءه لكي يكون موظفا وقائدا ورائدا، ليس اهل بلدي او اهل لغتي او اهل جنسي او اهل عرقي. ده خطر. ليه؟ لان بالتالي ابناء المجتمع، انا مثلا اقدر على مثل في بريطانيا او في امريكا او في كندا او في اي مكان في العالم الغربي او حتى في تركيا دلوقتي، في يعني 3 مليون او 4 مليون لاجئ في تركيا. استفيد بكل هذه الطاقات المواطنين الموجودين هنا هو من الاصول المختلفه، زي ما قلت بنغلاديش باكستان سريلانكا الهند مصر السودان سوريا ليبيا. يعني لما تتكلم زائد اهل البلد الاصليين نفسهم اللي هم الانجليز اللي هم المسيحيين وغير المسيحيين. فانا اختار اكثر كفاءه لكي يمثل الجمعيه في مجلس الاداره مش في التوظيف فقط. بعد كده العائليه يعني اللي احنا بنسميها بالعربي فاونديشن، ودي عملت مشكله في احد الدول الغنيه في المنطقه العربيه. الحكومه وجدت ان ما فيش عندها في كل الجمعيات الدوليه اللي عندها الا جمعيه واحده هي بنسميها جمعيه غير حكوميه دوليه، والباقيين كلهم كان جمعيه فلان وجمعيه فلان وجمعيه فلان وجمعيه فلان وجمعيه فلان، يعني فاونديشن او مؤسسه. وحصل في تجاوزات عند بعض هذه الجمعيات وحصل ضغط على الدولة فأغلقت كل الجمعيات العائلية. ليه؟ لأن الجمعية العائلية دي هي مفروض عليها أن تصرف أو تنفق أموال العائلة وألا تجمع من أموال المجتمع. شفتوا قد إيه الضغط حصل على العمل الخيري في العالم كله؟ أحد الجمعيات كان فيها عضو مجلس إدارة خطيب مفوه دون ذكر اسماء، وكان في دوله من الدول جزاها الله خير تدعم هذه الجمعيه في مئات الايتام ومشاريع وكذا، يمكن 2-3 مليون دولار في السنه. نخع هذا الامين او هذا كذا خطبه ضد سياسه الدوله المانحه، فالسفاره عملت تقرير رسمي للحكومة وقفوا الدعم. لما جينا نسأل هذا الرجل ليه؟ قال الرزق من عند ربنا، ما احنا عارفين الرزق من عند ربنا، لكن في حاجة اسمها عقلها وتوكل. عايز انت تنخع وتشتم وتضرب وتعمل سيب الجمعية وامشي وقول زي ما انت عايز.
لكن تيجي تتكلم باسم جمعيتي وبعدين احاسب انا كجمعيه او احاسب انا كفقير او احاسب انا كرمله ونازح ولاجئ على اخطائك وترجع تقول ده رزق من عند ربنا، ده فقه معوج، فقه معوج ما انزل الله به سلطان. الجمعيه اللي انا بعترف بيها هي الجمعيه اللي بيعملها المجتمع اللي فيها كل الانسجه، يعني الخضره اللي فوق دي فيها كل الانسجه، يمثل داخل المجلس الاداره ومجلس الامناء والتنفيذيين كل ابناء المجتمع اللي هم القادرين على قياده هذه الجمعيه او هذه المؤسسه الى اخره. ده بالنسبه لمثلث برمودا اللي انا بتكلم عنه، وانا اقولها اقررها مره ثانيه، انا لست ضد المتدين ان يكون داخل الجمعيه، لكن ما يكونش ديول. الديول دي احنا بنتكلم عنها، احنا داخلين الجمعيات عشان نتحكم فيها ونسيطر عليها. الشفافيه هي الاساس، وانا ما عندي اي غضاضه ان اي تشكيل يعمله جمعيه باسمه ويواجه المجتمع باسمه، لا ان يتخفى داخل الجمعيات الخارجيه. بعد كده انا ليه بقى حطيت الهرم ده وبتكلم فيه في الوقت ده والدنيا مقلوبه في العالم، في لبنان وفي السودان وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا؟ الاسباب كثيره جدا، اولها الكوارث الطبيعيه اصبحت لا تطاق ولا تحتمل. لما نتكلم النهارده مع مكتب في النيجر عندهم فيضان، اتكلمنا قبل كده عن فيضان السودان، وفي 8 دول او 7 دول في القرن الافريقي اللي هي السودان وتنزانيا وكينيا والصومال واوغندا وجنوب السودان وايه تاني يا ربي، وعندهم فيضانات. في نفس الوقت رحنا نتكلم يعني في افغانستان وباكستان فيها فيضانات وهكذا. فالكوارث الطبيعيه بتضرب، الصراعات المسلحه بتضرب، فالمشاكل تفاقمت في وسط عالم ظالم، ونحن نحتاج الان لاكبر عدد، لمضاعفه حتى عدد الجمعيات الخيريه اللي بتشتغل في مش فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي. عدد المحتاجين ازداد في العالم، قله الدعم او عدم وجود دعم كافي لمواجهه كل هذه الاعداد المتزايده. ثلاث أسباب رئيسيين يجعلنا نكون حريصين جدا إن إحنا نتعامل مع هذا المناخ الظالم اللي بيظلم من؟ يظلم الفقير والأرمله والمسكين. التلوث البيئي والتغير المناخي اللي أنا اتكلمت عنه في محاضرة السودان من أسبوعين تقريبا، وقلت إن 45% من ثاني أكسيد الكربون بتنتجه دولتين، واحدة اسمها الصين 29% والثانية اسمها أمريكا 16%، والتلوث البيئي والانحباس الحراري نتيجة خروج أو إنتاج ثاني أكسيد الكربون وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات سببهم أو نص سببهم هما هاتين الدولتين، هو اللي مؤدي إلى كل ما يحدث في العالم دلوقتي من اللي هو فيضانات إلى آخره. بعد كده الشريحة اللي بعد كده، الجماعات الإرهابية طالعة كتيرة، بتطلع كتيرة وعارفينها هنا وهنا وهنا. مين اللي بيمولها؟ مين اللي بيمولها؟ في جهات مشبوهة بتمولها، وكمان في حكومات بتمولها، لأن في بعض الحكومات من مصلحتها إن العالم لا يرتاح، العالم لا يكون مستقر، العالم يتشرذم ويتحول إلى كانتونات. حرب على الإرهاب هي مش حرب على الإرهاب، هي والإسلاموفوبيا هي حرب على الإسلام للأسف يعني. فلابد أن يكون المسلم يعني حكيم واعي وقادر على أنه يمشي في هذه المتلاطمات أو بين هذه المتلاطمات وينأى بجمعيتي أو مؤسستي عن كل هذه المخاطر. تحويل الأموال زي ما أنا قلت قبل كده معروفة، معروفة في مؤسسات بتصنف الناس، انت قاعد مش عارف انت اسمك فين، محطوط على اي قائمه. لما بيجي يحصل تحويل اموال زي ما ذكرت في الجمعيه اللي قلت لها، الناس مش عارفه، والبنك ما بيقولكش ما حاولش ليه، لان في مؤسسات ظالمه اخرى بتصنف بناء على ما كتب عنك في الاعلام من اعلامي مهترئ او منافق او كاذب. الفلسفه الاعلاميه اللي موجهه ضد العمل الانساني وخاصه العمل الاسلامي، دول 8 أسباب بيخلونا نرجع للمثلث مرة أخرى أو نرجع للهرم مرة أخرى ونقول يا أخواننا
يعني أرجوكم أتوسل إليكم، فوقوا، حافظوا على المركب، حافظوا على السفينة، حافظوا على المؤسسات. نحن غير مش هنبقى، خلي المؤسسة تبقى. أنا بعد التفاهم ما ينفعش في العصر احنا عايشين في ده، عصر بدون قيم، بدون أخلاقيات، بدون كل هذه الأشياء اللي احنا متعودنا عليها فيما مضى، عندما كان العالم قيمة وكان الإنسان قيمة وكانت الحياة قيمة. بعد كده بالتالي احنا المعضلة اللي احنا نتكلم عنها دي، أصبح مساحة الحريات المتاحة للمجتمع المدني في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب بتنكمش تحت وطأة كل هذه التحديات، تحت وطأة كل هذه التحديات. فاحذروا، احذروا، أرجوكم وأتوسل إليكم. فهنا بصوا الهيمة، النقطتين دول، أصبح الملاك الحقيقيين أمام الحكومة ليسوا أصحاب الدراية أو الخبرة أو المعرفة، لما الأمناء غالبية الأمناء ما عندهمش الخبرة التراكمية في إدارة المؤسسات الخيرية سواء في المجتمع المحلي أو الدولي، غالبية مش كلهم. وأصبح أصحاب الخبرة والدراية والمعرفة ليس لهم أهلية تمكنهم من اتخاذ القرارات، اللي هم التنفيذيين أصحاب الخبرة إلى آخر، بناء على معطيات الأمور من خلال الخبرات المتجربة. وإحنا نتكلم عن في داخل كل المعضلة عندنا إيه؟ عندنا مجالس أمناء قد تكون هي مجالس زي ما قلت إيه؟ مخلصة لله سبحانه وتعالى، لكنها غير قادرة، ليس عندها الخبرة والدراية والكفاءة. وعندنا مجالس تنفيذية عندها الخبرة والدراية والكفاءة وغير ممكنة، وصاحب القرار يأخذ هذا القرار في معزل عن اللي هم المجالس التنفيذية. ما الحل إذن؟ الحل عندي من جزئين، الجزء الأول تمكين والجزء الثاني استقرار. أما في التمكين فلابد جميعنا نثبت قاعدة أن الملكية المؤسسية والملكية الفكرية للمؤسسة هي ملك الفقير وملك النازح والأرملة واليتيم، ليس ملك شيخ معين أو كاهن معين أو قسيس معين أو زعيم معين أو سياسي معين أبداً، لأن كل هؤلاء الناس وغيرهم من الموظفين يتمتعون وينفق عليهم من أموال الفقراء والمساكين. فلابد أن نتمثل أن أصحاب هذه المؤسسات ليسوا فقط المانحين ولكنهم الفقراء، 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 شئنا أم أبينا. دي نمرة واحد بالتمكين. نمرة اثنين، أين تبادل السلطات من خلال الأجيال المتتبعة؟ يعني واحد دخلنا ببعض الجمعيات هنلاقي العمر السني أو السن العمري فوق 70 وناس قاعدة بقى 20-30 سنة. ليه؟ جزاكم الله خير، أنتم أبليتم بلاء حسن من 20 سنة. أين الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس الذي يفشل في أن يحقق منظومة تبادل الأجيال، تبادل الأجيال، تبادل السلطات؟ فهو قائد فاشل، أو ليس قائد، فهو إنسان فاشل أو إنسانة فاشلة. ما تقوليش أنا قاعد بربي ناس ولسه والشباب ما استووش، غلط. تقعد تربي في ناس 20 سنة وانت في عملك الخاص، وانت في عملك الخاص بتنتقي له أحسن منهم في المجتمع، وتتسلط أنت في كرسيك هذا لمدة 20-30 سنة وأكثر. هذا خطر وهذا مفهوم خاطئ لحماية الجمعيات. أين تمثيل الشباب والنساء في مجالس الإدارة؟ تمثيل حقيقي، مش نجيب الناس عشان ناخد بيهم صورة لقطة كده، أنا عندنا أختين كده، جيب ناس شباب بس يعني إيه يقعدوا كده معانا ولا لا 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 ليهم، لا يفتحوا ولا ينصبوا ولا يعملوا أي حاجة،
عشان نجمع بين تبرعات. هذا هراء ورياء وجزء من النفاق. من الأربعة ودي الجديدة اللي كنت بناقشها مع أحد زملائي المخضرمين في العمل الخيري والذي له في العمل الخيري 25 سنة أو أكثر، أنا يمكن قربته على 40 مش من عمري من العمل الخيري، اللي هو متى سنمثل المدراء التنفيذيين داخل مجلس إدارة لكي يكون لهم صوت، لكي يكون لهم صوت. احنا بنقعد في مجالس إدارة كتير جدا، المدير التنفيذي وغيره بيكونوا مكسوفين أو خايفين يتكلموا، يحسن يترفضوا، ينظر لهم نظرة غير 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 يعني محترمة، يخافوا، يخافوا على وظيفهم وعلى أرزاقهم وعلى أولادهم وعلى مستقبل أولادهم. متى تنمثل المدراء التنفيذيين كجزء من نسيج مجلس إدارة هذه الجمعيات أو مجلس أمناء هذه الجمعيات؟ يبقى نتكلم عن تمثيل الشباب، وبنتكلم عن نتكلم عن تمثيل الشباب، وبنتكلم عن تمثيل النساء، وبنتكلم عن تمثيل التنفيذيين داخل مجالس الإدارات اللي بنتكلم عليها مجالس الأمناء. احنا عايزين ثورة فكرية وثورة مجتمعية في داخل مؤسساتنا لكي نستطيع أن نواكب بها كل هذه المشاكل اللي كانت عليها في السلاح الماضية. يا بالنسبة للتمكين، الأخرى الشريحة الأخرى، الجزء الثاني من الحل اللي هو التأطير والمحافظة اللي احنا كلنا عارفينها بس ما بننفذهاش. أول شيء فيها استقلالية المؤسسة عن كل شيء، الأحزاب السياسية، الجماعات الدينية والجماعات الفكرية والجماعات الأخرى والتشكيلات غير الإنسانية. أنا لن أحارب هذه الأشياء، بالعكس جزاكم الله خير، لكم دينكم ولي دين. أنا بتكلم عن معايير إنسانية بتحمي المؤسسات اللي أنا بعمل فيها من أجل العناية بالفقراء والمساكين. عايزين تخشوا أنتوا في تشكيلات سياسية، خشوا في عسكرية، خشوا في استخباراتية، خشوا في أمنية، خشوا في بطيخية، خشوا زي ما أنتوا عايزين، لكن أنا بحمي هذه المؤسسات وبنحمي القطاع كلنا مع بعض. نمرة 6 من الحلول في التأطير والمحافظة على المسيرة هو الانفتاح. الانفتاح يفتح الباب على المجتمع وتمكين المجتمع من المؤسسة، مش تمكين المؤسسة من المجتمع. في كتير جدا من العقليات اللي هنتكلم عنها يقولك احنا مؤسستنا او احنا جماعتنا او احنا حزبنا هو الدولة وهو الوطن وهو الشعب. ابدا، ما جمعيتك ولا مؤسستك ولا حزبك ولا جماعتك الا جزء من نسيج الوطني تمثل فيه ما تستطيع ان تصل اليه من ابناء الشعب، وتمثل فيه رضا ابناء الشعب عنك او عنك. لانفتاح المجتمع وتمكين المجتمع من المؤسسات، معناها تمكين المجتمع يعني المجتمع يفرز لي القيادات والموظفين الذين ياتون ليتربعون على عرش هذه المؤسسه، لان المؤسسه مؤسسه الفقير الذي يملكها المجتمع. نمرة 7، المساءلة الداخلية. لا بد ان انا اسائل كل واحد فينا. يعني كنا بنتكلم امبارح عن ان رئيس وزراء بريطانيا بيقول المرتب بتاعي يعني قليل شوية، ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني مع عدم المقارنة ما بين سيدنا ابو بكر بعد ما عين على الخلافة نزل يتاجر في السوق، قال له فسيدنا ابو بكر انت رايح فين؟ قال له انا رايح عشان ما عنديش دخل ولادي، فعمل له مرتب عشان يعيش منه وتفرغ منه وتكسب منه. سيدنا أبو بكر مش هو اللي فرض على نفسه المرتب، سيدنا عمر مش هو اللي عمل لنفسه المرتب، سيدنا عمر عبد العزيز مش هو اللي عمل لنفسه المرتب، وهكذا. فالمسألة الداخلية، من أين أتى مالك وكيف تصرف مالك، ومن حيث يعني، والمسألة الخارجية للجمعية والأفراد المجتمع من المجتمع نفسه. يبقى أنا في مسألة داخلية اللي بنسميها internal quality control ونسميها مسألة خارجية أيضا. طبعا اتباع المعايير الانسانيه اتكلمنا فيها كتير كتير، خاصه الشفافيه والمصداقيه والمعياريه، يا يعني واحد عبي يعمل فيها شعر ويعمل فيها قصص ادبيه ويعمل فيها دراما يعمل. والنقطه 9 لتثبيت مبدا بناء الشراكات والتحالفات مع المؤسسات المثيره. لابد، لن نستطيع
في وجود هذه الجوائح الإنسانية والكوارث الكثيرة أن نعمل وحدنا دون أن نبني شراكات مع الآخرين. انسوا انسوا انسوا. والشراكة مش صورة، الشراكة مسيرة، والشراكة مش مشروع، الشراكة برنامج، والشراكة مش خطبة، الشراكة أداء. دي التسع نقاط اللي في الحل. رجعني كده على أول أربع نقاط تانية يا علي في الحل. تمكين أربعة الملكية الفكرية المؤسسية لأصحاب الفقراء، تبادل السلطات وتبع الأجيال، تمثيل الشباب والنساء في مجالس الإدارة، وتمثيل المدراء التنفيذيين في عضوية مجالس الإدارة والأمناء. بعد كده الخمس الآخرين هو التأثير في المحافظة على المسيرة، لما استقلالية المؤسسة، الانفتاح عن المجتمع، عن المسألة الداخلية والخارجية، تبع معين الإنسانية وخاصة الشفافية والمصداقية، تثبيت مبدأ بناء الشركات إلى آخره. بعد كده نرجع للهرم مرة ثانية، أو نرجع للمثلث مرة ثانية. أنا مش حسيبه، واللي عايز يفهمني صح يفهمني، واللي عايز يفهمني غلط يفهمني. هو حر أو أنتوا حرين، أنتوا أحرار. أنا بتكلم على خطورة، أنا لست ضد الدين ولست ضد المتدينين، لكني ضد خطر وجود بعض هؤلاء الناس غير الواعين الذين يريدون أن يسيطروا على هذه الجمعيات من الداخل، وهم ليسوا أهلا وليس عندهم القدرة. فلذلك أنا حطيت كل الخطوط الحمراء والسوداء دي تعبر عن الخطر في وجود هؤلاء داخل مجالس الأمناء أو مجالس اللي أنا بتكلم عنها. بعد كده أرجع تاني عشان عندي حساسية عند مشكلة السودان يا شباب، ما لا يقل عن 800 ألف نازح داخل السودان. أرجوكم أرجوكم وأتوسل إليكم أن تعلوا درجة الوعي لمساعدة الشعب السوداني، وكذلك الشعب اللبناني، وكذلك كل الشعوب الأخرى اللي في غرب أفريقيا وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا إلى آخره إلى آخره. وجزاكم الله خير وأكرم، يعني أحسن الله إليكم جميعا حسن استماعكم، ونراكم غدا في المحاضرة نفسها بالإنجليزي. tomorrow we'll see you same time إن شاء الله 6 PM London time 8 PM مكة time same topic in English إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي دكتور لو ممكن بس تقفل الزوم من حسابك، هو مش راضي يقفل من عندي الفيور علق، فهو استنى شغال. ستوب شيرنج اكتب ولا اقفل ازاي؟ ممكن تعطي ايش اسمه، تعطي اكزت من فوق الكيبورد اخر شيء دكتور. فين هو؟ في زوم ولا انا عندي توكن بتاع البنا؟ دكتور شفت انزل بالماوس لتحت شوي، في عندك ثلاث نقط لتحت لتحت لتحت، في ثلاث نقط مش شايفهم انا. دكتور اكبسهم يسار شوي يسار شوي دكتور. انا مش شايف ثلاث نقط، شايف أيوة دكتور. فين؟ انزل انزل بالماوس لتحت شوي دكتور، هم مش باينين عندك، انزل شوي لتحت يسار يسار. ايوه اكبس هنا دكتور اكبس. خلاص لا ما فيش ان شو. نعم ان شو مش راضي ينزل عنده الكرسي، مش شايف الكرسي، مش راضي يكبس على ان شو. كبست عليها خلاص دكتور اكبسها. ممكن 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 تقفل اللي هو الباور بوينت من فوق دكتور، علامة الاكس اللي فوق اخر شيء اللي صار اليمين دكتور الزاويه. في هذه البانه في دوكيومنتس في بيكتشرز في سيتنج في باور، عارف الباور ولا لا؟ مش ممكن ممكن تقفل اللابتوب كامل دكتور، خلاص اقفله ونزل نزل نزل اللي هو. ما انت عندك عندي ستارت فوق، عندي ستارت ستارت اوديتي كالكوليتر كالندر كونكت كاميرا دروب بوكس سجستد. ممكن شاشة اللابتوب هي تنزلها، تنزلها على الكيبورد يعني. خلاص اني اقفل اللابتوب كذا مش مشكلة. طيب استنى كذا اما اشوف. انت عايز نعمل دلوقتي؟ او حتى ممكن ممكن تقفل يعني الباور بوينت، بعدين اقفل اللابتوب دكتور كامل يعني، مش مشكلة. طيب. باور. شت داون.